تعتبر الملكة كليوباترا السابعة، والتي حكمت مصر البطلمية في القرن الأول قبل الميلاد، واحدة من أشهر الشخصيات التاريخية والنساء القوية في العالم القديم. ولدت كليوباترا عام 69 قبل الميلاد في الإسكندرية، وهي ابنة الملك بطلميوس الثاني والملكة كليوباترا الخامسة. منذ صغرها تلقت كليوباترا تعليما ممتازا في الثقافة اليونانية والمصرية، وكانت تجيد للغات المختلفة والفنون والعلوم. كانت أيضا مهتمة بالسياسة والحكم، وظهرت لديها شغف بالسلطة والتأثير. في عام 51 قبل الميلاد تولت كليوباترا الحكم بعد وفاة والدها، وبسبب القوانين الفرعونية اضطرت للزواج من شقيقها بطلميوس الثالث للحفاظ على الأسرة الملكية والسلطة. ومع ذلك لم يدم هذا الزواج لفترة طويلة بسبب التوترات السياسية والصراعات الداخلية في مصر. في عام 48 قبل الميلاد اندلعت حروب الرومان في مصر، وتورطت كليوباترا في الصراع بين قائد الجيش الروماني يوليوس قيصر وخصمه بومبيوس. استغلت كليوباترا الفوضى الناجمة عن الصراع لتحقيق مصالحها السياسية، وقد نجحت في استدراج قيصر إلى الإسكندرية. تمتعت كليوباترا بجاذبية ساحرة وذكاء حاد، ولذلك تمكنت من إغراء قيصر وإقناعه بمساعدتها في الحفاظ على العرش المصري. تطورت علاقتهما إلى علاقة عاطفية، وأنجبت منه ابنين وهما قيصريون، وتم تسميتهما ببطلميوس الثالث وإرسيموي الرابع. وبعد وفاة قيصر توجه كليوباترا إلى روما لتواجه الصراعات السياسية والصراعات الداخلية في الإمبراطورية الرومانية. تعايشت مع الإمبراطور الروماني الجديد مارك أنطونيو، وتطورت علاقتهما إلى علاقة عاطفية وسياسية قوية. ومع ذلك انتهي حكم كليوباترا وحياتها بشكل مأساوي. في عام 30 قبل الميلاد هزم أخيرا مارك أنطونيو في معركة أكتيوم، وتحت الضغط انتحرت كليوباترا لتفادي الأسر الرومانية. ومع وفاتها انتهت السلطة البطلمية في مصر، وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الرومانية.